السلام عليكم شباب بنات، ربي يحفظكم ومشتاق لكم هواي هواي. طبعا طلب من متابعين وجبات باور سلايت سكيتات حديثة مرتبة إرادوا، راح نستعرض وياكم نماذج قطعتيا، والباقي الأنواع موجودة، سيبة ما سيبة، اللي يحب يجي مجمع اي فور مقابل عمارة 409، يجي وش يحتاج من قياسات من ألوان موجودة. بس هاي القطعتين نموذج، ونحب نقولكم اكو سكيتات مناسبة واكو سكيتات مال المحترفين ويحتاجون المحترفين اسعار مختلفة. نستعرض وياكم هذا يرهم ولادي بناتي، هذا السكيت قياسه من 37 ل 40 يكبر ويصغر، هاي العتلة من هاي يكبر ويصغر 37 ل 40، تجيني مجمع فور مقابل 409 بالساحة، نعطيك باقي التفاصيل السعر وهاي الأمور. عجبك من عيني، ما عجبك هم من عيني، وشرفنا بيك. السياسة ما نقدر نحكي بيها الأمور كلها. مواصفات هذا السكيت: قفز، حركات، سرعة، نظافة 100%. دا تشوفوا كل الوجبات حتى السيبة ما سيبة أو المايكرو وذني الأنواع كلها هاي النظافة. وإن شاء الله هم نستعرض وياكم باقي السكيتات اللي سيبة ما سيبة، بس اللي يحب يجي موجودات. هذا الشكل. القطعة الثانية طبعا غير لون، نفس النظافة 100% باور، شيء مرتب نظيف كلش نظيف 100%. اسم استخدامات الاسكيتات طبعا باور، قياس من 36 ل 39 يلبس. كل التفاصيل اللي يحب يجي ويدلل ان شاء الله. راح نستعرض وياكم باقي الوجبات السكيت اللي موجودة هاليومين. هذا اليوم راح نستعرض وياكم ذلك القطعتين، وغير يوم راح نشوفكم السيبة ما سيبة، والاسعار قلت لك توصل يمي تدلل وخادم الكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس، واي شيء تحتاجون كتبونا بالتعليقات. تحياتي لكم فريق سكيت مسمايه.